Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous مرحبا بكم فيديو جديد. الا كنتي انت ولا انت اول مره تشوف القناه ديالي تنقول لك مرحبا بك في القناه ديال امزنيتي. الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش ابونات على الجرس باش يوصلك ديما الجديد. اليوم ان شاء الله الدرس رقم 3 تتم الدروس السابقه الاول والثاني في تعلم اللغه الفرنسيه او في سلسله اجي تعلم اللغه الفرنسيه. ايوا ما تضيعش الوقت، اجي باش تتعلم ان شاء الله معايا اللغه الفرنسيه بواحد الميثودولوجي اللي هي سامبل وايفيكاس. إلا كنتي باقي ما تفرجتيش في الحلقات الأولى والثانية، سي ميو أنك ترجع تفرج فيهم، حيت هادو أونشيني، زعما حاجة مرتبطة في حاجة. اليوم الدرس ديال اليوم ولا الحلقة ديال اليوم غادي نشوفو تتمة الحلقات السابقة، غادي نديرو إن شاء الله لا كونجيكيزون، ديال أش ديال لي فار ديال برومي جروب، غادي نديروهم بواحد لا ميثود لي هي سامبل وساهلة باش نتوما إن شاء الله تجيكم سهلة وتدخلكم دماغكم، مغاديش نعقدكم، غادي نعطيكم صفة عامة شنو خصك تعقل عليهم، شنو هما لي طون لي خصك تعقل عليهم، الأزمنة، حيت الأزمنة لي تيمحنوكم وتتلفو، تبدا تسمع بزاف ديال الأزمنة وتتلف وتتخربق، نون غادي نقولك شنو خصك تعرف بالضبط وكيفاش خصك تتعامل معاهم وغادي تولي أي فار كيف ما جا مكاين غير طحال، اتفقنا؟ ركز معايا إن شاء الله وغادي تستافد. ألوغ لي فار كنا شفنا في الدرس الأول، في الدرس الأول شفنا المجموعات لي كاين. في الدرس الثاني شفنا لي زوكسيليير وقلنا في الدرس الاول اللي عقلتو المجموعات كاين المجموعه الاولى تتسالي او ار لي فارب كي تيرمين افيك او ار سو سون دي فارب مالهم لي تنتميو ياك ابارتيان لاياش للمجموعه الاولى. الو مثلا بحال هكا ركزوا معايا، مثلا تناخذوا فارب، مثلا لو فارب بارلي، هاد لو فارب بارلي هذا شنو تيسالي؟ تيسالي او ار، هذا هو اللي خلاني انا نعرفو بانه تنتمي للمجموعه الاولى هو هاد او ار ياك. وهاد هاد الكلمة هادي حاجة أخرى، هادي تتسمى عقل، سميتها الغاديكال. ألوغ لو فارب تنقسم جوج ديال البارتي، البارتي لي تتخليني نعرف بأنه إلا مجموعة، والبارتي لي شاطط سميتها الغاديكال هي جدر، وهادي سميتها تيرمينيزون، تيرمينيزون هي النهاية، هادي النهاية هي اللي خلاتني أنني عرفت أنه البخومي كروب كاين ولا مكايناش، وهادي لي شاطط سميتها الغاديكال هو جدر. دابا غادي نسولكم واحد السؤال بديهي، هاد السؤال هو اللي غادي يخليك تفهم. دابا فاش نعدي شي شجرة الجدر ديالها واش تيتبدل؟ بالعقل الجدر ما تيتبدلش، الجدر اللي كان في النهار الاول هو اللي تيبقى. شنو تيتبدل؟ تيتبدلوا الاغصان، تيتبدلوا الاوراق، تيتبدلوا هذوك العروش، هادو هما اللي تيتبدلوا كاين ولا ما كاينش. كذلك في لا كونجيكيزون ما تيتبدلش الجدر، الجدر عقلي عليه ما تيتبدلش. هذه اللي هذه هي النقطة التي تفيض الكأس، هي اللي فهمتيها غادي تقدر دير لا كونجيكيزون، ما فهمتيهاش غادي تبدا تتلف. الجدر ما تيتبدلش، الغاديكال ما تيتبدلش، يعني في جميع لي طون في جميع لي مود الجدر ما تيتبدلش، هو اللي تيبقى لي ديما الغاديكال هو كلشي، اتفقنا؟ تيرمينيزون هو اللي تيتبدل على حسب الزمن اللي حنايا فيه، حاول هادي تفهمها، يعني انا فاش غادي نبغي ندير لا كونجيكيزون، هادي غادي نبدلها، هادي غادي تبقى ديما عندي، هادي هي النقطة الأولى، يلا ركزوا معايا دابا، عندي لي مود، عندي لي مود، باغمي لي مود بلو يوتيليزي في لا لونغ فرونسيز هو لانديكاتيف، من بين أكثر لي مود الاستعمال في اللغة الفرنسية هو لانديكاتيف، هادشي علاش حنا نركزو غير على لانديكاتيف، من بعد نقدرو نشوفو دوطخ مود، فهمتو؟ باغ إكزومبل نقدرو نشوفو سيبجونكتيف، نقدرو نشوفو الكونديسيونيل، مي الأساس عندي هو شنو هو؟ هو لانديكاتيف، عقلو عليه، لانديكاتيف، هو اللي تنركزو عليه بزاف، حاولو تركزو، وغادي نشوفو إن شاء الله لي طون غادي نركزو غير على أربعة ديال الأزمنة الأساسية، غادي نركزو غير على أربعة، مغاديش نشوفو كاع الأزمنة، غادي نركزو على أربعة الأزمنة اللي تخولك أنك تكتب انك تقرا انك تتكلم بكل سهوله. هما اربعه، شنو هما؟ غادي نشوفو ان شاء الله في البريزون، هذا هو الاساس الحاضر، غادي نشوفو ان شاء الله في الفيتيوغ المستقبل، غادي نشوفو ان شاء الله في لامبارفي، اي غادي نشوفو ان شاء الله في الباسي كومبوزي. فوالا هادو هما الازمنه اللي غادي نشوفو فيهم ان شاء الله باذن الله. الوغ غادي نشوفو بريزون فيتور امبارفي باسي كومبوزي اي بريزون كيف قلنا راه ديجا قلت. دابا انت شنو غادي دير؟ اول حاجه غادي دير غادي تحاول تقيد هذه الاولى اللي شفناها باش انا غادي نمسح، اتفقنا؟ دابا غادي نقسم لكم السبور، حاول غير تركز معايا بكل بساطه، غادي نديرو لا كونجيكيزون بكل بساطه، كلشي غادي يتعلم، عندك وليد صغير راجل كبير مرا كبيره مرا بنت صغيره كلشي غادي يفهم لا كونجيكيزون وغادي يتعلم، ما غاديش تبقى عنده اشكاليه. هنا شنو تنديرو؟ انتبه معايا، هنا غادي نحاولو نديرو لي برونون سوجي، لي برونون سوجي اللي كلكم تتعرفوهم اللي هما جو، تو، عندي إيل، إل، عندي نو، أبخي عندي فو،
Et ensuite, elle dit il ou elle, avec S bien sûr. Ça fait que là, tu as un chou, je vais faire tout ça. Parfait, tout ça tibe. Alors, d'abord, je vais dire, je vais essayer de faire ça, je vais te faire un متناسق ou je vais te faire un je vais te faire un سطر واحد, je vais te faire un سطر واحد. Ça fait que là, voilà. Alors, parfait. On a fait un سطر. هذا هو الطابلو ديال لا كونجيكسيون خصك تعرف له في البريزون. هذا هو الطابلو. ناخذ لو فيرب اللي شفنا قبيله. شنو هو لو فيرب اللي شفنا قبيله؟ شفنا بارلي. غادي نحيدوا الاو ار. غادي شنو نديروا؟ نحيدوا الاو ار وغادي نجيو لهنا نحطوا. انتبه معايا وغادي تفهم بكل بساطه وتقول هادشي راه ساهل ما كانش يحسب لي انا. غادي نحيدوا الاو ار غادي نشدوا بي ا ار ال. عاوتاني هنا بي ا ار ال بي ا ار ال بي ا ار ال بي ا ار ال بي A, R, N. Je n'aurais dit, j'ai au fil présent, je te déroule à E. Tu te déroule à E, S. Il ou la L te déroule à E. Nous te déroule O, N, S. Vous te déroule E, Z. Il avec S te déroule E, N, T. Tu parles, je parle, tu parles, il parle, elle parle. Nous parlons, vous parlez, il parle ou la elle parle. Ça fait ساهل ما كاينش حاجه اللي صعيبه اش دينا الغاديكال شنو زدنا هات الهاء اللي تتحفظ انت ديما هذا اللي بديت تحط فيهم كلهم هذا الجدر غادي يبقى يتحط انت ها اللي خصك تحفظ اللي بالكحل هو اللي تتحفظ الو هادشي شي صعيب ما صعيب ما والو في البريزون تتحفظ او او اس او او ان اس او زد او ان تي وها انت ضامني النقيطه وها انت متعلم كيفاش تقول دي فراز بكل بساطه غادي ندوزو للفيتور عاوتاني غادي يشدو شنو غادي يشدو الغاديكال كاين شي وحدين في الفيتور تيتلفو تقولو ما تشد لو فار كله لا مشينا بالغاديكال في الاولى غادي نبقاو في كل شيء بالغاديكال ها هي بي ا اف ال بي ا اف ال بي ا اف ال بي ا اف ال فوالا شنو نزيدو جو تنزيدو او ار ا اي او ار ا اس او ار ا او ار او ان اس او ار او زد او ار او ان تي تنقراو جو بارلوري جو بارلوري C'est atakallam. Tu parleras, c'est atakallam. Il ou la elle parlera, c'est atakallam ou c'est atakallam. Nous parlerons, c'est atakallam. Vous parlerez, c'est au fait atakallamoun. Ils parleront, c'est au fait atakallamoun. Mais c'est vrai, c'est vrai. Alors, tu sais, je nous ai fait had E-R-A-I, E-R-A-S, E-R-A, E-R-O-N-S, E-R-E-Z, E-R-O-N-T. Tout simplement. ما كاينش حاجه اللي هي صعيبه راه يكفي انك تركز ويكفي شويه ديال القوال خصك عاوتاني تكون نياق عاوتاني نجيو لام بارفي شنو نشدو الغاديكال بي اف ا ال اي بي ا ديزولي بي ا اف ال 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 هاد القضيه هادي راه يعطوك اي فيرب تيسالي او ار من غير الي حيت الي واخا تيسالي او ار قلنا تنتابع المؤتد Alors, il y a un verbe qui s'est danser, ramasser, discuter, envoyer, accepter, inviter. Tout le monde dit que c'est une chose. Il y a un verbe qui s'est dit que c'est une chose. Il y a un verbe qui s'est dit que c'est une chose. Il y a un verbe qui s'est dit que c'est une Sauf Ali, mais rien Ali. Et Ali, vous avez dit que c'est une chose. C'est ça. Et là, je vous ai dit AIS. AIS. AIT. Et là, je vous ai dit que c'est une chose. Et là, je vous ai dit que c'est une chose. هنا تنزيدو اي او زد اي نو اي او ان اس اي او زد ا اي او ان صافنا تنقولو جو بارلي كنت اتكلم كنت اتكلم tu parlais كنت تتكلم il parlait كان يتكلم نو parlions كنا نتكلم vous parliez كنتم تتكلمون il parlait هم كانوا يتكلمون الوغ ساهله تنزيدو اي اس اي اس اي تي اي او ان اس اي او زد اي او ان تي الوغ ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه غادي ندوزو للباسي كومبوزي انت ما معايا راك تسال هنا في الباسي كومبوزي تتعرف لو فيرب واش يتصرف مع لوكسيليغ اتر ولا لوكسيليغ افور داكشي اللي شفنا في الدرس السابق اللي باقي ما تفرجش فيه رجع يتفرج فيه اغلبيه ديال الافعال تيتصرفوا عفوا اغلبيه ديال الافعال تيتصرفوا مع لوكسيليغ افور سوف 14 فيرب اي لي فيرب برونومينو اتفقنا من غير واحد 14 فعل وافعال التي تسمى ضمير
من بعد هادشي ونشوفو. المهم الي تيتصرف مع لوكسيليير افوار. شنو تتشد؟ تتشد لوكسيليير افوار. لوكسيليير افوار شنو هي؟ شنو هو لو فيرب افوار في البريزونت؟ نقولو جي تيا الى نو افون فوز افي ايلز اون. شوف تنحطوها هي جي تيا الى نو افون فوز افي ايلز اون. اتفقنا؟ شنو تنجي وراها؟ وراها تنحطو بي ار اي بي ار اي الغاديكال اللي كنا تنحطو هنا بي ار اي بي ار اي بي ار اي بي ار اي تنجيو في الاخر كاع تنزيدو او اكسون 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 تنقولو جي بارلي تكلمتو تيا بارلي تكلمتا الى بارلي Nous avons parlé, vous avez parlé, ils ont parlé. C'est la conjugaison des verbes dès le premier groupe. C'est la conjugaison des verbes dès le premier groupe. Il y a quelques cas, il y a des cas, je vais entrer dans les détails, je vais mettre le fou. Je vais dire que c'est ça, je vais vous dire. Il y a des cas, il y a des verbes qui sont j'ai, pas le manger, pas le voyager, pas le naviguer. C'est ça, les verbes, il y a des cas, c'est ce qu'on a ici, nous. Nous avons في لامبارفي مي ما بغيتش ندخل لكم كاين عاوتاني ديال اونفوي كاين ديال جوتي ولكن ما بغيناش ندخلوا في لي ديتاي بغيتك تفهم بصفه عامه لا كونجيكسيون ديال لي فيرب ديال برومي جروب بحال هكا خصك تفهم حاجه اخرى ركز معايا البريزون هو فاش نبغي نقول دابا مثلا انا شنو تندير دابا انا شنو تندير تنتكلم تنقول جو بارل جو بارل افيك فو اتكلم معكم جو بارل افيك فو الا بغيت نقول لكم قبيله قبيله مثلا في الباسي تنقول لك جي بارلي افيك احمد ولا جي بارلي احمد تكلمت مع احمد الا بغيت نقول لك غادي نتكلم غادي نقول لك جو بارلوري ساتكلم جو بارلوري احمد دوما غادي نتكلم مع احمد غدا ولا هذه اللي قلت لك كنت اتكلم تنقول لك جو بارلي افيك احمد ولا جو بارلي احمد كنت اتكلم مع احمد الوغ هادو هما لي طون خصك تعرفهم البريزون شي حاجه دابا الفيتور المستقبل لا بارفي فاش بغيت تقول كنت الباسي كومبوزي شي حاجه دازت اتفقنا هذا هو لا كونجيزون ديال الفيرب ديال برومي جروب هذا هما الحوايج الساهلين ما كاينش حاجه لي صعيبه بغيتكم ديروا لي دي فراز بغيتكم نعطيكم لو فيرب مثلا لو فيرب دونسي لو فيرب دونسي لو فيرب جوي اي لو فيرب مثلا غاماسي لي تخوا فيرب jouer danser ramasser بغيتكم ديروا لي فيهم 3 فيهم 12 جمله كل جمله في زمن كل جمله في زمن يعني 3 في 4 هي 12 وخليهم لي في لو كومونتير باش نشوفكم واش فهمتوا واش تقدروا تابليكيو هاد الحوايج ولا لا تنتمنى ان كلشي يكون تيبان لكم تنتمنى انكم تقيدوا هاد الحوايج ما تبخلوش عليا بالبارطاج ما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم الايجابيه كان معكم عزيزتي الامل لقاكم في فيديو جديد ودروس جديده نقول لكم السلام عليكم